بنها، بورسعيد، الزقازيق. بصراحة يعني أنا سعيد بيكم جدا، وده يا فندم الحياة بتاعة الطلبة والأنشطة الطلابية اللي بيعملوها، وأنا ببقى سعيد بيها جدا. إحنا تسلموا يا شباب، أتمنى لكم كل التوفيق، وأتمنى لكم تستمتعوا بمدينة من أجمل المدن اللي بنشوفها، مش بس في مصر إنما على كل الميديترينيان، حقيقة البحر الأبيض. إحنا فخورين باللي موجود، وفخور بيكم النهاردة وإنتوا موجودين معانا هنا. أتمنى لكم إن شاء الله قضاء وقت جميل، وترجعوا بالسلامة إن شاء الله عشان تيجوا تاني. خلاص؟ الفكرة اشتغلت على فكرة العالم العالمي، بأن أنا أدمج بين الثقافة المصرية بين التراث النوبي أو اللي بيكون في البيوت وكده، والقضايا الفلسطينية. يعني شايف أن واخدة فعلا مزج ما بين الطابع العالمي، الطابع، وربنا يوفقك. هي اللوحة بتقول، بتتكلم عن أصحاب الأرض. أصحاب الأرض متمثلة في البطل الأم، هي رمز الفلسطين زي التراث الفلسطيني، والمستقبل لأهل فلسطين، متطلعة لقد إيه هي عندها صبر وجلد، ورمزية هنا للصبار على الصبر والجلد، وحقول البرتقال اللي بتمثل فيها فلسطين ومشهورة بيها. الشعار بتاع المهرجان السنة دي العالم عالمين، وفي دعم للقضية الفلسطينية مع الأحداث اللي بنشهدها دلوقتي، فأنا حبيت أعبر عن القضية عن طريق الموديل. فرسمت بنت صغيرة غزاوية في حالة لولية من العالم الفلسطيني. كنت حابة أصور المعاناة اللي بتحصل لكن بشكل رمزي، وعبرت عن الرمز بالبنت. وطبعا رسمنا هنا في أجواء العالمين، وكانت تجربة جميلة جدا. أنا شايف اللوحات كلها متأثرة بالقضية الفلسطينية، والحقيقة يعني الواحد تأثر معاكم بالموضوع من كتر ما الحاجات معمولة حلوة. وإن شاء الله إحنا كنا أعلنا أول المهرجان إن إحنا 60% من الأرباح بتاعة المهرجان إن شاء الله لدعم القضية الفلسطينية بإذن الله. كلكم بسم الله ما شاء الله، يعني انا شايف قدامي شباب مبدع مبتكر. اتمنى لكم كل الخير، ويعني باذن الله تقضوا ايام جميله هنا وتستمتعوا بالمدينه الجميله دي، ونقدر اننا فعلا كل فتره هيبقى كده. احنا قاعدين طول الصيف، كل الجامعات جايه، كل الشباب الجميل ده جاي. فبشكركم واتمنى لكم كل التوفيق. أقول لكم ربنا يوفقكم، انتوا اولا منورين العالمين، تاني حاجه اللي يعني بصراحه الشغل هايل، يعني انا بفكر اشتري منك دي على فكره، يعني بعد ما نمشي من هنا هنشتريها منك. مبروك وربنا يوفقكم كلكم ان شاء الله.